أهلا وسهلا فيكم في اللقاء الثاني من كورس أساسيات البحث العلمي. طبعا هذا الكورس تنفيذ الريسيرشز. خلينا بس نعطي هيك لمحة سريعة عن الريسيرشز. بالبداية إحنا كثير سعداء يعني بالعدد الموجود عندنا والأشخاص المهتمين بالحضور، وبنشكركم برضو على الالتزام. ريسيرش أو مجتمع البحث الفلسطيني كانت بدايتنا كمبادرة شبابية بعام 2019. كانت بالبداية مبادرة من طلاب الطب، بعد هيك صار في عندنا توسع لطلاب العلوم بشكل عام. بدايتها كانت في جامعة النجاح بالضفة الغربية وتوسعت لأغلب المحافظات الفلسطينية. أنا موجود معاكم اليوم من غزة، اسمي محمد وفيق الأغا، مهندس بجامعة الأزهر بغزة، تخصص هندسة الطاقة المتجددة. شغلي بمجتمع البحث الفلسطيني الريسيرشز إني ماسك الـ HR كوردينيتور لغزة، وكتير سعيد إن اليوم أكون موجود معاكم بإدارة اللقاء الثاني من أساسيات البحث العلمي. بحب أرحب بدكتورنا دكتور أحمد فرحات، يعني هو قيمة علمية معروفة ومشهود إلها صراحة، وبنحييه على وجوده اليوم معانا وعلى التزامه بالوقت، وإن شاء الله بنأمل إنه يكون اللقاء كتير في معلومات تفيد الأشخاص الموجودين وإنها تساعدهم إنهم يكونوا متميزين بمجال البحث العلمي. طبعا هعطي لمحة سريعة عن الدكتور أحمد، يعني هو بالأكيد هو غني عن التعريف، لكن للأشخاص اللي أول مرة تسمع بالدكتور أو تحب إنها تتعرف عليه، هو دكتور أستاذ البتونات في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وكلية الهندسة بجامعة المنصورة. لديه ما يزيد عن 275 بحث منشور في مجلات ومؤتمرات دولية، ومؤلف لكتابين في دار النشر العالمية ويلي وسبرينجر والعديد من الفصول الدولية. حاصل على العديد من الجوائز الدولية والمحلية بمجال الباحثين العرب ومجال الفيزياء الحاسوبية، ومصنف من ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم لعامي 2020 و2021. صراحة بنأمل إنه يكون اللقاء اليوم فيه معلومات كثير تفيد المشاركين وتفيد الأشخاص اللي مهتمين بمجال البحث العلمي. والدكتور محمد، يعني إحنا هيك بنديك المجال وبنأمل إنه يكون اللقاء زي ما إحنا متوقعين وأكثر إن شاء الله، وإنهم الطلاب والباحثين يستفيدوا بشكل كثير من خبرات حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على المقدمة الجميلة دي يا محمد وباشمهندس محمد، وإن شاء الله يا رب تعم الفايدة النهاردة علينا جميعا. أنا دكتور محمد فرحات، أستاذ النانو فوتونيات في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك في جامعة المنصورة كلية الهندسة جامعة المنصورة. أنا سعيد جدا أو سعدت جدا بالدعوة اللي تلقيتها من حضراتكم، ويعني يا رب ان شاء الله اكون على قد المسؤوليه، وان شاء الله تستفيدوا واستفيد معاكم، لان اكيد ما فيش توك انا بديه قبل كده الا واستفدت جدا من الطلبه، لان الطلبه دول هم اساس البحث العلمي عموما. هبتدي معاكم على طول في التوك النهارده ان شاء الله رب العالمين. How to find and choose a high quality research topic. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على توبيك يا شباب من اهم التوبكس اللي موجوده لاي حد انترستد ان هو يشتغل في نقطه الريسيرش او الريسيرش ورك. الحقيقه ان انت تلاقي التوبيك اللي انت عايز تشتغل فيه، وانك تلاقي التوبيك اللي انت انترستد اللي انت تكمل فيه. فده سؤال مهم، اي باحث بيبقى مهم جدا بالنسبه له ان هو يصل لنقطه البحث اللي هو حابب ان هو يشتغل فيها. مبدئيا البرزنتيشن بتاعتي I'd like to acknowledge some resources that my presentation mainly are based on. دي مجموعة من اللينكس على الانترنت وبعض الكورسات اللي استفدت انا منها شخصيا الحقيقة وانا بحضر لكم البرزنتيشن بتاعت النهاردة. مبدئيا انا حابب ان انا بس اعرفكم على نفسي. انا دكتور محمد زي ما قلت لكم من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، متخصص في علم الفوتونيات والابليكيشنز بتاعتها. لو انتوا حابين تعرفوا عن الفوتونكس، الفوتونكس ده العلم اللي بيدرس اللايت ماتر انتر اكشن،
فتخيل كده انك بتدرس اي حاجه فيها بتشوف اي ابلكيشن فيها تفاعل الضوء مع الماده، فانت ممكن تقدر تعتبر ان علم الكوميونيكيشن انك بتنقل الداتا بتاعتك متحمله على اللايت ريز، فتقدر تقول ان الكوميونيكيشن بتاعتك احد الابلكيشنز بتاعه الفوتونكس. ممكن نقول اللايت لما بتنزل على السولار سيل بيحصل لايت ابزوربشن، وبالتالي بتتكون الالكترون هول بير جنريشن، وبتتحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كهربيه، فتعتبر السولار سيلز عموما برضو تعتبر احد الابلكيشنز على السولار انرجي، والعديد من التطبيقات اللي هو الحقيقه. ده الريسيرش جيت بتاع او ده الجوجل سكولر بتاعي، لو اي حد انترستد ان هو يتواصل معايا بعد اللقاء انا تحت امره، وده اللينك برضو بتاعي بتاع الريسيرش جيت. تمام، ده قلت لكم من شويه ان ده الريسيرش جيت بتاعي اللي فيه معظم البروفايل ومعظم الببليكيشنز بتاعتي. كمان في يعني اي حد انترستد في علم الفوتونيات، انا عامل يمكن قناه على اليوتيوب اسمها فوتونكس ان عربيك، بحاول اوظف اللي الناس او بحاول اشرح للناس علم الفوتونيات وايه الكورسات اللي الناس محتاجاها، علشان يعني زي ما بقول دايما from box to research، يعني فيها هتلاقي فيها اربعه او خمسه بلاي ليست شرح كامل لكورس الالكترومغنيتكس، لان الفوتونات ما هي الا علم تفاعل الضوء مع الماده، والضوء ده ما هو الا عباره عن موجه كهرومغناطيسيه، فلازم نتعلم اساسيات الكهرومغناطيسيه، فدي هتلاقيها في البلاي ليست رقم واحد. في عندي كمان بلاي ليست اسمها انترودكشن تو فوتونكس، ودول حوالي 20 محاضره او 30 محاضره بنشرح فيها ايه هو علم الفوتونيات، وايه هو من وجهه نظر الري اوبتكس، يعني لو الضوء ماشي في وسط ما ممكن تتفاعل معاه، او ممكن تتعرض له، او ممكن تدرس تفاعل الضوء مع الماده. لو انت كونسيدر الضوء كاري، يعني بينتقل في خطوط مستقيمه، تبدا تشوف وتبدا يعني تتعرف بقى على تداخل الضوء، انعكاس الضوء، الحيود بتاع الضوء، استقطاب الضوء، ازاي بنقدر نعمل جايدنج للضوء خلال الويف جايدز المختلفه. ده هتلاقوه في كورس الانترودكشن تو فوتونكس. في كمان كورس المايكرويف انجينيرنج اند ويف جايدز، ده برده من احد اهم الكورسات اللي موجوده، اللي بكمل فيه كورس الالكترومغنيتكس 1. بعد كده في ادفانسد توبكس بقى بالنسبه للفوتونكس، فده هتلاقوا فيه كورس الكومبيتيشنال فوتونكس اند نانو فوتونكس. ده يمكن بس اللي هو مقدمه سريعه، بحيث ان اي حد انترستد في الشغل بتاعنا احنا شخصيا، يعني وي ار فيري براود تو بي هيلبفول فور يو. خلينا بقى نبتدي في كلامنا النهارده او الريسيرش توبكس بتاعتنا النهارده. انت عايز كريسيرشر انك تبيك اب، عايز تمسك في ايديك كده نقطه بحثيه مهمه وهتبذل فيها بقى مسار بتاعك، ممكن تبتدي بيه الماجستير او تكمل بيه ماجستير ودكتوراه ان جنرال يعني. طيب انت محتاج في الاول خالص، انا الاوتلاينز بتاعتي اللي هو النهارده زي ما انتم شايفين كده هتتقسم الى النقاط التاليه. مبدئيا لازم تفهم الاول الاندرستاندنج يعني ايه ريسيرش بروسيس، وايه المطلوب منك انك تتعلمه قبل ما تخش في موضوع الريسيرش بوينت بتاعتك. ثاني حاجه، انت هتقدم او هتتعلم او هتاخد ديجري معينه في مكان معين، في جامعه معينه، في ديبارتمنت معينه، فلازم يبقى عينيك في الاول من ضمن الحاجات الاساسيه to understand well the university requirement، ايه المطلوب منك من الجامعه نفسها او من الريسيرش انستيتيوت اللي انت بتشتغل فيها to get الديجري بتاعتك او to be awarded الديجري بتاعتك. فمن مهم من الحاجات المهمه جدا ان انت to understand well the university requirement. بعد كده هتبدا بقى خلاص انت عرفت ده وعرفت ده، عرفت الريسيرش بروسيس ماشي ازاي، وبدأ وكمان اتعرفت على الجامعه اللي انت هتقدم فيها وعرفت الريكويرمنت بتاعتها، وهتبدا توظف اللي هو الكلام ده بحيث ان انت هتبدا تختار بقى خلاص انت على الابواب دلوقتي ان انت تو ايدنتيفاي الانترستد ارياز بتاعتك. طبعا كلمه اريا دي كلمه واسعه جدا، علشان تقول ان انا هبتدي انترستد اريا، الاريا دي كلمه واسعه جدا جدا، ممكن لما اقول لك الاريا اوف الكترومغنتكس ده كلام كبير جدا. اريا اوف الكترومغنتكس تحتها قطاع واسع جدا جدا من الابلكيشنز. الالكترومغنتيك على سبيل المثال، معلش انا دايما هضرب بالامثله اللي انا بشتغل فيها واحاول اقربها لكم. عندنا الضوء ده عباره عن الكترومغنتيك ويف، يعني عندنا يعني وايد رينج اوف فريكونسيز، الاف الفريكونسيز، كل فريكونسي منها لها ابلكيشنز. فتخيل كده لما تقول انا انترستد في مجال الكهرومغناطيسيه او الالكترومغنتيكس، ده كلام كبير جدا، ده تحتيها ابلكيشنز لا نهائيه، لان كل توبيك ليه الابلكيشنز بتاعته. طيب هل ايدنتيفاي يا سيدي الانترستد ارياز، هل دي كافيه ان انا احط ايديا بقى خلاص على الريسيرش بوينت اللي انا حابب اشتغل فيها؟ طبعا لا،
المفروض بقى ان انا ابدا اشوف الدراسات سابقه و و و يعني حاجات كتيره كده علشان نارو داون. خلينا نقول يعني انت دايما بتبتدي بايدنتيفاي الاريا اللي انت عايز تشتغل فيها وتشوف الابلكيشنز اللي انت انترستد فيها وبعد كده تو نارو داون كده لغايه ما توصل الى او تو بيك اب الريسيرش بوينت بتاعك. يبقى معنى كده فعشان كده هنتكلم شويه على هاو تو ايدنتيفاي الانترستد ارياز اللي انت حابب تشتغل فيها. بعد كده خلاص انا حددت نقطه معينه، منين ابدا؟ هل ابتدي بقى ان انا وده غلطه شائعه ان انا انزل بيبرز وانزل جورنال بيبرز حاجات منشوره وابحاث سابقه منشوره عن الاريا؟ لا دي بتبقى عمليه صعبه شويه. هنقول ليه؟ لكن مبدئيا انت محتاج تريفيو بريفيوس ديزرتيشنز فروم يور يونيفرستي. لان انت ممكن تنزل ثيسز رسائل ماجستير رسائل دكتوراه في الموضوع اللي انت انترستد فيه. عشان كده هنتكلم شويه على الموضوع ده. بعد كده وبعد ما تيك اب بعض الارياز اللي انت انترستد فيها لازم تعمل ريفيو ذا اكاديميك ليتريتشر. يا ترى الليتريتشر عملت ايه في النقطه دي اللي انا عايز ابدا اكمل فيها؟ او هم اكتر من نقطه طبعا، لسه انا لسه ما حطيتش ايديا على النقطه اللي انا حابب ان انا اشتغل فيها. نقطه رقم 6 او ستيب رقم 6 ايدنتيفاي يور بوتنشال ريسيرش كويستشنز او بوتنشال ريسيرش توبكس. انا خلاص قلت والله انا مجهز 5 توبكس دلوقتي انا انترستد فيهم في اريا معينه وليكن الاريا اللي هي الكهرومغناطيسيه. انا محتاج بقى ان انا ايدنتيفاي ان انا احول الريسيرش ارياز دي لمجموعه من الاسئله والاجوبه بحيث ان انا لما اجاوب على الاسئله والاجوبه دي اكون حطيت ايديا فعليا على الريسيرش توبكس اللي انا انترستد فيه او النقطه اللي انا هشتغل عليها. بعد كده انا رو داون بقى خلاص بيزد على الليتريتشر ريفيو والكتب والرسائل اللي انا قريتها والاكاديميك ليتريتشر ريفيو اللي انا عملتها اللي هتتضمن بقى موجود البيبرز والجورنالز والحاجات دي كلها. محتاجه نارو داون، احنا اتفقنا ان احنا هنبتدي من وايد رينج، بعد كده هنارو داون لغايه ما احط ايديا على الريسيرش توبكس بتاعتي واعمل لها عمليه ايفالويشن. ايه الكرايتيريا اللي انا هعمل عليها الايفالويشن؟ ده موضوعنا النهارده برضو ان شاء الله رب العالمين. وبيز على الايفالويشن دي انت يو شود ميك ا ديسيشن. بس خد بالك ساعه ما تاخد الديسيشن ده ما تفكرش بعد كده بقى، لانك عمليه انك تبقى تتردد او تفتح المواضيع مره ثانيه او لا ده ممكن ياخرك شويه. يبقى يو شود ستيك وذ ات. انت خلاص عملت اللي عليك، عملت الليتريتشر ريفيو، عملت البوتنشال ريسيرش بتاعك او الورك بتاعك انت عملته، عملت عمليه ايفالويشن، قارنت ما بين الريسيرش توبكس، حطيت بعض الاسئله، خلاص يو شود تيك ذا ديسيشن. بعد كده انت لازم حد هيجايد يو، انت لسه يعني ايا كان انت لسه مثلا خريج باتشلر او لسه متخرج، انت محتاج تخش في عمليه الريسيرش، الريسيرش ده محتاج منتور. او محتاج ادفايزر، محتاج سوبرفايزر يكون اوير وهايلي كواليفايد بالنقطه اللي انت حابب تشتغل فيها. وبالتالي اخر توبيك انا هعرضه النهارده ان شاء الله هاو تو تشوز ا ريسيرش ادفايزر، وازاي كمان تعرف تكونكت مع ادفايزر، وازاي تكونكت مع ريسيرش جروب. مفيش حاجه اسمها انك تبعت ايميل لادفايزر او سوبرفايزر شغال في جامعه معينه تقول له والله انا فلان وعايز اشتغل معاك وشوف السي في. ده كلام غير منطقي وغير صحيح. ابسط حاجه يقول لك انا هجيب ده مين، انا ما اعرفوش، يعني ما اعرفش الكواليفيكيشنز بتاعته. ومش كل حاجه بتتكتب في السي في اي ايميل بيجيني انا بصدقها. الحاجات دي كلها مسهل جدا انك تقول انا درست الكتروماجنتيك، لكن تيجي تتكلم مع الطالب في البيزكس بتاعت الالكتروماجنتكس تلاقيه مش مربط الدنيا ببعضها. لان شغل الريسيرش مش مجرد ان انت تقول يعني اي ام اوير بالميم الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، لا الامور اكبر من كده. محتاج انك يعني تظبط الباوندرز كمان، مفيش حاجه اسمها ان انا بعرف الكتروماجنتيك بس. لا الريسيرش بتاعنا بيبقى محتاج ماثيماتكس، بيبقى محتاج رايتنج سكيلز، بيبقى محتاج برزنتيشن سكيلز، بيبقى محتاج رايتنج زي ما اتفقنا. الحاجات دي كلها بيبقى محتاجه، ده بتبني شخصيه الباحث. فعشان كده يعني اخترت لكم اخر توبيك نتكلم عليه باذن الله هو هاو تو تشوز ا ريسيرش منتور، وازاي تكونكت بجروب، وازاي تكون نكتب سوبرفايزر، وازاي تطلب منه في انهي مرحله تطلب منه انك عايز تشتغل معاه او تحت هيز ليدرشيب. فده يمكن ان شاء الله الاوتلاينز بتاعت التوك بتاعتنا النهارده. ده يمكن سمري بالموضوع، انا يمكن حطيتها لك كده كسمري، لان الستبس اللي فاتت هم 7 ستبس. ستيب رقم 1 understand the research process. ستيب رقم 2 understand what the university wants. ستيب رقم 3 هاو تو ايدنتيفاي يور برود انترست. انت حابب ايه؟ حابب تشتغل في ايه؟ ما هو مستحيل انك هتشتغل وتضيع عمرك كباحث ماجستير او دكتوراه
في نقطه وتكمل عليها كمان ابحاث الماجستير، او لو كنت هتروح للاندستري في نقطه ما انتش حاببها. فنقطه مهمه جدا how to identify your broad interest. broad interest زي ما اتفقنا ده البرود اريا. في حالتي مثلا اللي هو الالكترومغنيتكس او الفوتونكس او الضوء، تحتها ايه؟ تحتها ابلكيشنز كتيره جدا وريسيرش توبكس كتيره جدا. بعد كده how الريفيو الباست ديزرتيشن ريفيو الليتريتشر. بعد كده ايدنتيفاي سبيسيفيك بوتنشال توبك. خلاص احنا هنقلل بقى، خلاص نارو داون زي ما اتفقنا. وبعد كده how to get بقى your points of research and how to evaluate each topic until you talk your decision. خلاص انا هاخد الديسيشن بقى. فخلينا نبتدي بقى اول ستيب how to understand well the research process. الحقيقه ما ينفعش تقول هشتري عربيه قبل ما اتعلم السواقه. ده ابسط مثال. ما ينفعش اقول انا هشتغل في الريسيرش من غير ما اتعرف على البيزك اندرستاندينج اوف الريسيرش بروسيس. ايه البيزك اندرستاندينج؟ ما هو اصل عده الريسيرش بروسيس دي ليها ايتمز كتيره جدا. ازاي تتعرف على الريسيرش بروبلمز؟ ودي يمكن موضوعنا النهارده. ايه الفيلد ورك ميثودز؟ ازاي تقسمها الى مجموعه من الارياز؟ اند هاو تو انكلود الريسيرش كويستشنز؟ وازاي تحول البروبلم بتاعتك الى، ودي هنشوفها النهارده ان شاء الله، الى مجموعه من الاسئله. هاو وات، صح كده؟ ما هي الاسئله دي لما اعرف هاو اجابتها ايه او لما اعرف وات اجابتها ايه، يبقى انا كده حليت المشكله او دخلت في المشكله بتاعه الريسيرش بوينت بتاعتنا. هاو تو جيت ليتريتشر ريفيو، ازاي اقدر اعمل ليتريتشر ريفيو؟ ايه الميثودولوجي اللي همشي عليها؟ ايه الستبس اللي همشي عليها عشان احقق الايمز بتاعتي؟ ازاي احقق الايمز دي من مجموعه من الاوبجكتيفز؟ يعني ازاي مثلا اقول والله انا هصمم فايبر بالكاركترستكس الفلانيه. طب ده السؤال، ايه التصميم؟ طب الاوبجكتيف دي ايه هي؟ ده البرود ايم. طب البرود ايم ده ممكن اقسمه لستيبس؟ اه ممكن اقسمه لمجموعه من الكويشنز اللي لو قدرت احل او قدرت اجاوب على الاسئله دي هحقق الايم بتاعي. يعني مثلا انت عايز تصمم فايبر بكاركترستكس معينه، يبقى اول سؤال يا ترى ايه الماده اللي ممكن استخدمها في تصنيع الفايبر عشان اقلل اللوسز خلال انتشار الاشاره. يا ترى المواصفات ده الماده. السؤال الثاني يا ترى الجيومتريكال بارامترز بتاعه الفايبر بتاعتي يا ترى كام؟ يا ترى الكور او الديفرنت جيومتري بقى هبدا اسال، شوف يا ترى ايه مكونات الفايبر من الناحيه الهندسيه عامله ازاي؟ شايف مجموعه من الاسئله. لو انت جاوبت انهي نوع مناسب، ولو انت جاوبت على ايه الجيومتريكال بارامترز، وبعد كده عملت تيست هاو تو تيست الديزاين بتاعي، ممكن استخدم الاول برامج محاكاه. ليه؟ لان عمليه التصنيع معمليه مكلفه، فبدل ما الاول تقوم رايح المصنع كده تقول له والله هات الماده دي جربها وجرب بالابعاد دي، طبعا ده مش شكل طبيعي، عمليه هتهدر كثير من الاموال والوقت. طيب ايه الافضل؟ تقول والله انا هتعلم طرق لمحاكاه لنمذجه موديلنج اللي انا اعتبر شغال في الموضوع ده، وبالتالي تعمل تيست. شايف لو جاوبت على الاسئله دي، عملت الماتيريال، عملت الجيومتريكال بارامترز، عملت تيست على الماتيريالز المختلفه جيومتريك او بالموديلنج بطرق المحاكاه اللي انا بقولها، ووصلت البيست بيرفورمانس، تعالى كده الله ده انا حققت فعلا الام بتاعي، انا فعلا كده صممت فايبر بلو لوسز. شايف؟ فمن مهاراتك انك تحول الريسيرش بوينتس بتاعتك الى ريسيرش كويستشنز، وتبدا بقى تشوف الخطوات اللي انا قلتها دي تعتبر ميثودولوجي بالنسبه لك. هتعمل ايه؟ والله اقول ده انا هروح كده اعمل ليتريتشر ريفيو عن المواد الكتيره المستخدمه في الفايبر، واشوف نوع الابلكيشنز بتاعي، واشوف الماتيريال دي تعتبر مناسبه بالنسبه لي ولا لا. انا كده عملت ليتريتشر ريفيو. بعد كده اختار الجيومتريكال بارامترز او اختار اللي هو الماتيريال، واعمل عليها تيست واقارن بالبرفورمانس اللي انا محتاجه لغايه ما اوصل للاوبتمايزد بارامتر. شايف التكنيك عامل ازاي؟ دي تكنيك علشان تقدر توصل، ده ميثودولوجي عشان تقدر توصل للنقطه اللي انت حابب توصل لها. كويس جدا. طيب يبقى لابد ان انا اكون كطالب بحث او حابب ان انا اشتغل في البحث لازم اتعرف بالكلام ده. لازم طبعا في كتب كتيره وفي محاضرات كتيره اونلاين
بتعرض اللي هو الكلام ده، بتفهمك يعني ايه ميثودولوجي، بتفهمك هاو تو ميك literature ريفيو، بتفهمك هاو تو جيت ريسيرش كويشنز، هاو تو انتروديوس ريسيرش بروبلمز، هاو تو بيك اب ريسيرش بروبلمز. طيب لما انت تعمل اللي هو الكلام ده اعتقد كده انت بقيت جاهز، بقيت جاهز ان انت تجو ثرو يور بوينت. اذروايز يبقى زي ما اتفقنا يو ويل سمبلي نوت بي equipped لو انت ما عملتش الكلام ده تو ثينك اباوت يور اون ريسيرش adequately، مش هتبقى كافي اللي انت هتعمله ده او اي نقطه، انت هتضيع وقت كتير. شايف؟ If you don't understand the basics of research methods before you start your research point, you are wasting your time. دي حتة مهمة جدا جدا جدا. ليه بتضيع وقت؟ لأن ممكن يعني على سبيل المثال احنا قلنا سؤال من شوية، لما نيجي نتكلم على step رقم 2 مثلا اللي هو understand well the university requirements. طيب افرض يا بطل انت عملت ميثودولوجي بطريقة مش مظبوطة، عملت حاجة قبل حاجة، عملت ميسنج مثلا لبوينت مهمة، صممت الفايبر بتاعك واستخدمت ماتيريال على سبيل المثال، ولكن الماتيريال دي مش أديكويت، مش مناسبة للمادة بتاعتك، يبقى أنت كده شايف لغيت حتة الليتريتشر ريفيو، ومعرفتش أنك لو عملت الليتريتشر ريفيو كنت هتكتشف من الدراسات السابقة أن المادة دي غير مناسبة للتطبيق ده. قمت أنت جاي اشتريت المادة وصنعت وجيت تختبر الفايبر لقيته فيري لوسي، ايه اللي حصل هنا؟ يو ار ويستينج يور تايم، يو ار ويستينج يور ماني، انت كده خسرت وقت ومجهود. كان احد الطلبه معايا في مره من المرات اشتغل على بحث واختار ماتيريال، وبعد ما اختار الماتيريال عمل بعض السيميوليشن، وبعد كده بدات اتكلم معاه على البوسيبيليتي اوف يوزينج ذس ماتيريال ان هيز ريسيرش بوينت. فاكتشفنا اولا لما سالته قلت له والله احنا عايزين نشتغل مثلا في التيرا هيرتز، يعني في نوع معين من انواع الترددات، احنا اتفقنا من شويه ان الضوء ده موجه كهرومغناطيسيه لها ترددات ملايين من الترددات في مدى بنسميه الضوء المرئي، ان طوله الموجي من 400 ل 700 اللي هو الضوء الاحمر والازرق والاخضر والاصفر والكلام ده اللي هم السبع اطوال موجيه، في مدى اخر بنسميه تيرا هيرتز. طيب اكتشفنا حاجه ظريفه جدا لما سالته، قال لي انا اخترت الماده الفلانيه، قلت له طب الماده الفلانيه دي هل مناسبه للرينج اوف ابلكيشنز اللي هو مدى التيرا هيرتز اللي انت هتستخدم فيها؟ قال لي ادور، راح دور ورجع، طبعا دي كانت خطوه متاخره، لما دور ورجع المفروض ان هو كان دور في الاول، لما دور ورجع اكتشفنا ان نوع الماتيريال دي فيري لوسي، فين؟ في الباند ده. فاكتشف مؤخرا ان كده خلاص يعني الانيشال ريزلت اللي هو مطلعها غير مناسبه. تمام كده؟ بعدها عشان اقوله ده الحاجه اللي بقول لك عليها، لازم تفهم كويس جدا البيزك ريسيرش كونسبتس، الريسيرش بروبلم تعمله ازاي، الليتريتشر ريفيو تعملها ازاي، ايه الخطوات اللي هتعملها علشان توصل للايم بتاعك. فعشان كده قلت لك كاتب لك جمله بالاحمر اهو، if you don't understand the basics of research methods before you start، ما هو انت مستحيل هتشتري عربيه من غير ما تعرف تسوق، عمرك ما توصل لهدفك، او غير ما تعرف تسوق كويس، ايه اللي هيحصل؟ هتتخبط، ممكن من اول مره تخبطها، ممكن من اول مره يعني حتى لو وصلت شويه لا ما توصلش للطريق اللي انت عايزه. فعلشان كده خطوه مهمه جدا جدا يا شباب ان انت تتعرف على الريسيرش ميثودولوجي، الليتريتشر ريفيو تعملها ازاي، الريسيرش كويشنز تعمله ازاي. وده طبعا بيبقى فيه ادوار من ممكن يسهلها لك السوبرفايزر بتاعك.